يا جماعة أنا شايف الشاب ده قاعد في المقابر وحزين جدا، تعالوا كده شوفوا حزين ليه. حزين كده ليه؟ مش مستاهلة يعني. هي دي آخرتنا صعب، ملاية بيضة على شوية رمل وأوضة متر في متر وأوضة ضلمة، ولا هتاخد معاك فلوس ولا ذهب عربيات أي حاجة، عمال يجي على بنات الناس، قلبك ده يرفرف وعصبك يشد، ضميرك مش جايبك إن أنت تعمل الغلط، بتعمله ليه؟ عشان أنت شطانك راكبه. بتصليش ليه؟ الصلاة اللي هتنفعك أول ما تيجي تخش تضرب زي دي كده وتقفل عليك باب زي ده ليه؟ ما بتصليش ليه؟ عايزين نصحى من النوم نمسك التليفون، فلان بعتلي أو فلانة بعتتلي، عايزين نصحى من النوم نصور ونجري ونلعب، عايزين نصحى من النوم نشوف إحنا لابسين ونتشيك عشان نشوف الناس وإحنا ماشيين في الشارع، الطعم ده هيعجبك قول عليك الواد الجامد أو البنت دي جامدة أو مش عارف إيه، إحنا واقعين عن الدنيا، أقسم بالله العظيم فاقدين الوعي، الأيام بتجري، لسه في وقت، ربنا لو مش بيحبك مش هيديك فرصة إن أنت تمشي على رجلك لحد دلوقتي، لما بتعمل الذنب بالليل وأنت نايم بتخاف إن أنت ما تصحاش، وبرضه رغم ذلك ربنا بيصحيك وبيديك فرصة إن أنت تتوب. أنا مش شيخ، إمبارح جدي توفى، وأنا شايل النعش اللي هيتحط فيه، شايله كده فاضي، أنا في يوم من الأيام، ناس هيجي يشوف لي مثلا خشب عشان أحط فيها؟ ستي، لما دخلت الطرب وهي ملفوفة في ملاية، ما كنتش أتوقع إنها توصل في يوم أصلاً إن أنا أشوفها قدامي في ملاية بيضة، عمالة تضحك قدامنا وضحك وهزار، وفي الآخر شفتها داخلة في مقابر وتقفى عليها باب. الواحد بيحاول يوعي نفسه على قد ما يقدر، بس مش عارفين، الدنيا ضحك علينا، الفلوس ضحك علينا، ومناظر كدابة ضحك علينا، عشان ايه؟ عايزين نفوق شوية، ولا زينها تنفعك ولا غيره، صلاتك اللي هتنفعك اول ما تيجي تخش تربة، اقسم بالله العظيم حد هينفعك، عملك الحلو في الدنيا ده كله هيتركن على جنبه، وعملك لسه هو اللي ينزل فوق دماغك. اقسم بالله العظيم انا لحد النهارده لما اجي اروح الطلب عند ستي وبقف، انا نفسي ترجع لو ثانيه واحده، واقف نعاب واقف نعاب. انت قد الدنيا والله، انا كنت جاي افرحك، انت اللي خليتني اعيط والله. يا عم ولا اي حاجه، جاي اوعي الناس، اقسم بالله العظيم ولا اكتر ولا اقل. يعني ايه النت؟ النت ده قبل ما يطلع كنا نيجي نشوف كده البنت ولا حاجه. يا حاج انا طالب ايه بنتك دلوقتي؟ بقى تمشي مع البنت وادوس معاها في حاجات كلها شمال في شمال، واخد الغرض اللي انا عايزه وارميها. يا ابن الحلال دي ترب، دي مقابر، بص عامله ازاي. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، قولي في عبادي وادخلي جنتي. يا اخي ارجع لربنا والله العظيم لسه في وقت، بدل ما انت سهران لحد بالليل بتكلم دي ودي، اما تسمع اذان الفجر روح صلي حنبلب واعمل خير، لان وقت ما تقع هترجع تقول يا رب والنبي رجعني الدنيا دي تاني، اصلي واغفر واعمل حاجات كتير جدا حلوه، بس للاسف الندم مش هيفيدك كده. كل سنه وانت طيب. والله انا قلبي اتهز، انا هم ولا اي حاجه، يا ريت الشباب تفوق، ومش بس الشباب يعني البنات برضو، كلنا صفة واحدة وكلنا هنموت، مفيش حد قاعد في الدنيا، عملك الحلو في الدنيا ده كله هيتركن على جنبه، عملك لسه هو اللي ينزل فوق دماغك.